حتى يتبين لهم انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأحبة، هذه الآية ينبغي أن نتأملها. كثير منا يتساءل من هو الله عز وجل. المؤمن يحب يحب أن يعلم من هو الله. ما هي قدرة الله؟ يعني عندما يريد أن يتخيل من هو الله ماذا يفعل؟ القرآن يجيبنا أيها الأحبة. الله تعالى يقول: عن نفسه عز وجل فاطر السماوات والارض فطر شيء اي بدا خلقه يعني الذي خلق الكون اول مره والذي خلق الانسان اول مره والذي بدا خلق الجبال والانهار والنباتات والكائنات اول مره هو الله عز وجل يحدثنا عن نفسه فيقول فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا. هنا ملمح فقط احب ان اتوقف معكم. لماذا جعل الله من كل شيء زوجين؟ لماذا احدنا لا يستطيع ان يعيش بمفرده؟ ولا يمكن ان يستمر، الذكر يحتاج الى الانثى. اذا قضيه الازواج قضيه مصيريه. يعني لو جئنا بمجتمع وجعلنا ان الرجال يعيشون من دون النساء عبر سنوات سينقرض هذا المجتمع يجب ان يكون هناك ازواج لكي يحدث تكاثر وتستمر الحياه على الارض الله تبارك وتعالى لا يحتاج الولد ولا يحتاج الصاحبه ولا الزوجه فهو الواحد الاحد عز وجل إذا هنا يذكرك الله يقول لك انتبه كل المخلوقات تحتاج لأزواج للذكر والأنثى ولكن الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا لا أحد يعني لا يحتاج إلى أحد قائم بذاته عز وجل فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذكرك ايضا ان الله خلق هذه الانعام يعني مثلا البقر البقر هناك مليارات من البقر في العالم تتكاثر لديها قدره على التكاثر لتفي بحاجه مليارات البشر وبالتالي هذه الازواج موجوده في كل شيء إلا الله عز وجل، لذلك قال: يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. إذا يذرأكم فيه أي يخلقكم من ذرية بعض. يعني الله عز وجل وضع قابلية التكاثر لدى البشر. الطبري رحمه الله يقول في تفسير هذه الآية: يذرأكم فيه أي يخلقكم. نسلا من بعد نسل من الناس والانعام يعني يتحدث عن حاجه الانسان للتكاثر، حاجه الانسان للزوجه والولد. الله مستغني عن هذا الامر تماما، لذلك قال: ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب كيف يعني انا كانسان مؤمن افهم هذه الايه ايها الاحبه، هذه الايه العظيمه تقول لي انزع من دماغك كل التصورات البشريه عن الله عز وجل لان دماغنا ايها الاحبه محكوم بالزمان والمكان والماده ثلاثه عناصر وهناك عنصر رابع يعني انا اضيفه القوانين اربعه عناصر دماغنا محصور فيها لا يستطيع ان يخرج خارجها الزمان لا يمكن أن نتخيل شيء كون بلا زمن أو نخرج خارج الزمن هذا أولاً ثانياً لا يمكن أن نتخيل كون بلا قوانين قوانين السرعة والجاذبية لا يمكن تخيل ذلك لا يمكن أن نتخيل كون بلا مكان يعني ما هو إلا مكان لا تستطيع أن تتخيله لا يمكن أن تتخيل كون بلا زمان يعني الزمان والمكان والماده لا نستطيع ان نتخيل الفراغ ما هو الفراغ لا شيء ايضا لا نتخيله الله عز وجل انتبهوا احبتي في الله هو الذي خلق المكان اولا خلق المكان وخلق الماده وربط المكان والماده بالزمان وربط هذه جميعا بالقوانين الكونيه او الفيزيائيه اذا هذا هذا النسيج من المكان والزمان والقوانين والماده مخلوق الله عز وجل خارج هذا المخلوق لانه لا يمكن انا عندما افكر من هو الله يجب ان اعزل دماغي عن هذه المخلوقات واتصور ان هناك الها عظيما لا يمكن ان يخطر ببالي أو ببال أي من المخلوقات شكل أو حجم، حاشا لله هو خالق الأحجام وخالق الأشكال، لذلك حتى كلمة شكل أو حجم أو مادة أو كذا كلها الله منزه عنها لأنها مخلوقات. وأنا كمخلوق دماغي يعمل تبعاً للتصورات الخاصة بي بما حولي من من هذه المواد. أنا أستطيع أن أتصور كائن حي أو بشر أو مخلوق ولكن لا أستطيع أن أتصور لا ما هو لا لا يستطيع أحد لأننا خاضعون لقوانين المادة وقوانين الكون يعني وبالتالي أيها الأحبة ليس كمثله شيء يعني أنا طبعا أنا أحدثكم عن نفسي شخصيا عندما أناجي ربي عز وجل أنا أتخيل في دماغي أن هناك إلها عظيما في مطلق العظمة والقدرة وهو يسمعني أكثر مني ويعلم عني أكثر مما أعلم عن نفسي ويتحكم بكل ذرة من ذرات الكون هذا الإله الذي أنا يعني عندما أناجيه أتصور إلها بـ يعني رحمته وسعت كل شيء أه، أناجي إلها قادر على كل شيء قادر على أن يرزقني بلمح البصر ولكن أحيانا يؤخر الله الرزق لحكمة هو يعلمها أنا لا أعلمها إذا أخي الحبيب إذا أردت أن يعني تفهم هذه الآية يجب أن تعتقد ان الله عز وجل خبير بكل شيء، عليم بكل شيء، قادر على كل شيء، قادر على ان يرزقك يرزقك، قادر على ان يعطيك، قادر على ان يعني يحفظك، قادر على ان يشفيك كل شيء بيد الله عز وجل، وهذا الاله ليس كمثله شيء. فيقال احيانا كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. اذا احبتي في الله دعوني اقرا هذه الايه من جديد ارجو ان تكون الصوره قد اتضحت ان الله عز وجل اعطانا علمنا كيف نفكر تجاه الله عز وجل عندما نريد ان نناجي الله ماذا نضع في رؤوسنا يجب ان نضع في رؤوسنا فكره عن اله مطلق القدره يعلم كل شيء يعلم ما اخفي في نفسي الاشياء التي اخفيها يعلمها يعلم ماذا سافعل يعلم الغيب انا انا كل تاريخ حياتي يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلم مصيري مسبقا يعلم هل انا سادخل الجنه ام النار ام غير ذلك لان لانه هو خالق الزمن فالله لا يجري عليه زمان ولا مكان ولا ماده ولا قانون لانه هو خالق القوانين لذلك احبتي في الله يعني ساعيد قراءة هذه الآية واختم بها فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه يعني نسلا من بعد نسل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق